السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. القصيدة تصل كل قلب يود أن يفهم الطريق جيدا، بغض النظر عن اللغة وبغض النظر كذلك عن اللهجة، وإن كانت كلها مجتمعة تدخل في تكوين الجماليات المتعلقة بالنص الشعري الذي يشتغل عليه شاعره أو شاعرته. القصيدة قيلت بالفصحى أو بالمحكية أو العامية الدارجة، فإن المطلوب منها أن تمس القلوب وأن تبين الطريق وأن تصنع الأثر. هذه هي القيمة العالية التي يبحث عنها كل شاعر صادق وكل شاعرة. مشاهدينا، بهذه الحلقة نستضيف من جمهورية مصر العربية عبر الإنترنت معنا الشاعرة الأستاذة هالة عصفور. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أستاذة هالة، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ مصطفى، أهلا بحضرتك. أستاذة هالة، قبل الذهاب إلى القصيدة سواء كانت عامية أو فصيحة، في البداية دعينا نتعرف أكثر على هالة عصفور صاحبة الإصدارات المتعددة من خلال وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة أو مختلف الدوائر المشتغلة والمهتمة بالثقافة. إطلالة على سيرتك بحسب ما تودين أن نعرف، لك حرية أن تقولي ما تحبين في غضون دقيقتين، لك الكلمة، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. هالة عصفور شاعرة مصرية، صدر لي العديد من الدواوين بالعامية، وبإذن الله قريبا يصدر ديوان فصيح. أنا خريجة كلية الآداب قسم التاريخ، وأعشق التاريخ وأعشق الأدب، والحمد لله قدرت أمزج بينهم في الشعر، وكتبت التاريخ بالشعر. نعم. وحاليا بصدد صدور إن شاء الله مناقشة رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي، وفيها ربطت بين الشعر وبين التاريخ. ناقشت فترة رسالة بعنوان الدور السياسي للأدباء في عهد ملوك الطوائف في الأندلس في القرن الخامس الهجري. فطبعا حضرتك عارف الفترة دي كلها ما شاء الله ملوك شعراء ووزراء شعراء، ابن زيدون والمعتمد ابن عباد والندمة المستكفي. فأنا اخترت الفترة دي مخصوص علشان هي مليئة بالشعراء، ربط بين التاريخ وبين الشعر. يا سلام. صدر لي دواوين عن الهيئة العامة للكتاب، صدر لي فنجان صبر السادة، ديوان فنجان صبر السادة، هيئة أصول الثقافة، خروج آمن من الشرايين، صدر لي عن اتحاد الكتاب منحة النشر في الديوان الأخير معاك قلب اتولد تاني، إن شاء الله بإذن الله تحت النشر ديوان قليل من العشق، الهيئة العامة للكتاب بإذن الله. جميل. ده غير ثلاث دواوين في التاريخ عن منحة التفرغ بوزارة الثقافة، كتبتهم تاريخ مصر منذ العصر الفرعوني وحتى المماليك. نعم. حتى عصر المماليك. جميل جدا. قبل الذهاب إلى الشعر أيضا، وسؤال فيه توطئة للقصائد سواء كانت فصيحة أو كانت باللهجة المحكية أو العامية المصرية، أكثر من تفضلينهم أو تأثرت بهم من شعراء العامية المصرية ممن مضوا وفارقوا الحياة وكان لهم الأثر الكبير في تجربة هالة عصفور؟ والله أول ما وقعت عيني وتعلمت منه كان الراحل الكبير بيرم التونسي وفؤاد حداد، والشاعر الكبير عمنا فؤاد حداد، وما شاء الله أساسا يعني القائمة طويلة، بس أكتر ناس أثرت فيها فعلا كان بيرم التونسي، صلاح جاهين، الأبنودي، أستاذنا الأبنودي، أستاذ فؤاد حداد. فدول أكتر ناس أنا تأثرت بيهم، لأنهم يمكن كانت أول قراءات، يعني أول قراءاتي كانت ليهم، فأنا أول ناس اتأثرت بيهم. كنت طفلة يعني، كنت عندي مثلا 12-13 سنة، وكنت ماشية أغني ودندن ديوان بيرم التونسي اللي أول ديوان وقع في إيدي وحببني في الشعر، وحسيت إن عندي الملكة. كان ديوان وما زلت أذكر منه مقتطفات، ولا أذكر ما أكتب الآن، يعني لا أذكر أعمالي وأذكر بس طبعا يعني طبعا. جميل. الحاجات اللي بنتذكرها من الصغر بتبقى اكثر ثباتا من الكبر.
جميل جدا. أستاذة هالة، على ما يبدو أن هذه الحلقة ستكون مميزة ودسمة بالشعر، سواء الشعر الفصيح أو الشعر العامية المصرية، لكن لي طلب بسيط من حضرتك أن تحاولي قدر المستطاع أن تركزي نظرك على كاميرا النقل التي ننقل من خلالها هذه الحلقة. الآن نريد منك قصيدة افتتاحية قبل ما نذهب لأسئلة من نوع مختلف، تفضلي. أولاً أنا هبدأ بقصيدة عن حب، يعني همنا الأول عربياً وعالمياً ووجدانياً، طبعاً هم فلسطين، فده الهم الأول لنا حالياً والعالم العربي والإسلامي كله. تفضلي. فهبدأ الأول يعني قصيدة قصيرة توطئة لقصيدة أكبر منها. تفضلي. بالعامية، أبدأ بالعامية الأقرب إلى قلبي. لا بأس. لسه فلسطين أسيرة، لسه فلسطين أسيرة، والأقصى رمز المسيرة، والشهداء جاهزين تملي، ما في رجوع أو تخلي، والهمة بتزيد تجلي، والقايمة لسه طويلة لحد يوم انتصرنا، نهج الشهادة أدرنا، حالفين لا نفدي وطننا، والعهد باقي علينا، والحرة قبل الرجال بتربي جيل النضال على الصمود والفضيلة، جودي يا أرض المعاد برجال وستات شداد، على اليهود مش علينا، على اليهود مش علينا. يا سلام. أسود غزة، يا أسود النصر سوري، يا أسود النصر سوري، وزقري وسط الميدان، حرري مصر رسولي، واعلني هذا البيان باليقين، الحق راجع والعدو ندل وجبان، مهما يستشهد رجالنا، السماء تمطر رجال، دمهم يروي ترابها، تطرح البركة شبابها، ندر للأقصى حياتهم، قالوا حي على الجهاد، يا فلسطين يا أبية، لسه مفتوحة القضية، والجيوش البربرية دبابتها وطياراتها دايرة تنهش في العيال، والحصار والجوع سلاحهم الصهاينة الأمريكان، يا فلسطين يا أبية، لسه مفتوح القضية، سحرهم مقلوب عليهم، والضمير والإنسانية لسه في ليهم مكان، والوحوش العنصرية دبروا بالليل لغزة، اللي فجأتهم بعزة وصلتهم للجنان، ضرب قضية ضرب قضية، من ساعتها الدنيا قامت، والحقائق الحقائق كلها ظهرت وبانت، والصهاينة بينا بانوا، والمنافق والجبان سجلوا كل المشاهد، سجلوا كل المشاهد، التاريخ على الكل شاهد، التاريخ على الكل شاهد، اللي طبع واللي ساعد، واللي رغم الغلب جاهد، واللي وقت الظلم ساكت من الحبايب والجيران، يا فلسطين يا أبية، الأسود الغزوية من المسافة صفر قالوا جاية ساعة النصر جاية، وعد ربي للقضية، جاية ساعة الصفر جاية، وعد ربي للقضية، كل وقت وليه أدان، كل وقت وليه أدان، كل وقت وليه أذان، فعلا كل وقت وله أذانه. أحسنت كثيرا أستاذة هالة، هذا يبشر بالكثير من الجمال القادم. إذا طبع الكون بأسره فإن مصر لن تطبع، ما رأيك؟ بإذن الله بإذن الله، وشعب مصر، مش هقول القضية دي قضيتكم، هي قضيتنا كلنا، قضية كل مسلم وقضية كل عربي وقضية كل إنسان، هي دلوقتي بقت قضية الإنسانية، الإنسانية المعدومة، سبحان الله للمرة الأولى في التاريخ بتنكشف عوراتهم وبيبان ضعفهم وبتبان قوتنا وعقيدتنا ويقيننا. جميل. ومهما بانت من ثغرات، بس في الآخر كل الشعوب المسلمة والعربية على قلب رجل واحد، كلهم مع القضية الفلسطينية، كلهم مع مصر. أحسنت كثيرا أستاذة هالة. إذا أردنا أن نتحدث الآن عن تجربتك في الشعر الفصيح، هل الفكرة مجرد يعني أنت اتجهتي إلى الفصيح فقط حتى تثبتي مثلا لنفسك أنك قادرة مثلا، أو حتى تتممي وتكملي تجربتك، أم أن نداء ما هو استحثك واستدرجك فوجدت نفسك تكتبين الفصيحة؟
يا أستاذ مصطفى، أنا ما بحددش أنا هكتب عامي أو فصيحي، هي القصيدة بتفرض نفسها عليا، جميل. هي وبتفرض شكلها سواء عامي أو فصيح أو حتى نثري أو حتى أي شكل من أشكال الكتابة، هي صحيح. الشكل هو اللي بيفرض نفسه على المبدع، مش أحسنت. هو اللي بيختاره، مش اختيار أبدا. أنا يمكن إنتاجي من العامية يعني أضعاف إنتاجي من الفصحى، يمكن أنا عندي حوالي 8 9 دواوين عامية، ديوان واحد فصيح، نعم. فيمكن لأن العامية استنفذتني، يمكن هي الأقرب إلى قلبي، يعني مش عارفة إيه الأسباب بالضبط. دعينا إذن نستمع إلى الفصيح ونترك للمتلقي الكريم أن يحكم. نحن لسنا هنا في لجنة التحكيم، ولكن من المؤكد أن لغتك الفصيحة لا تقل جمالا ولا تأثيرا عن الدارجة التي تكتبين بها، أو كما قلت أنك كتبت 9 دواوين أو 9 دواوين بأشعار العامية إلى أو العامية إلى القصائد الفصيحة. قبل أن نذهب إلى سؤال مختلف، تفضلي. ممكن أبدأ بقصيدة اسمها حنين، تفضلي. بتقول: ويلجئني الحنين لبيت شعري، أبص صبابتي في كأس تيه، إذا غاب الحبيب بذات ليل يذيب القلب وصلا يرتجيه، يلوم اللائمون جميل صبري يلوم اللائمون جميل صبري بعمر قد مضى أسرفت فيه، تواطأ في الغرام علي قلبي بضرب لا يؤمن سالكيه، يقول الأصدقاء: أما تعبتي؟ يقول الأصدقاء: أما تعبتي وهذا الدرس لم تستوعبيه، فكم أعلنت أنك قد سبقتي بدين الحب في الزمن السفيه، أقول: وكيف للممسوس عشقا ويفضي بالذي لا يعتريه، أبيت أرتل الأشواق وردا ويعصرني عناق أشتهيه، وبالآمال والأحلام أحيا لعل الحب ينصف تابعيه، لعل الحب ينصف تابعيه، لعل الحب ينصف تابعيه. وأنت لعل من الحب. تابعيه أستاذة هالة، أحسنت توصيفا وأحسنت تثقيفا كذلك. من الواجب أن تكون القصيدة مثقفة للمتلقي، لا أن تكون فقط ملامسة لوجدانه، يجب أن تتضمن حكمة، تتضمن قصة، تتضمن معلومة، تتضمن ثقافة. هل أنت مع هذا التوجه أم أنت مع الرأي القائل بأن القصيدة تأتي هكذا عفو الخاطر؟ هي فعلا القصيدة تأتي هكذا، لكنها طبعا بتخرج شكلها، بيطلع كيف يخرج الشكل النهائي، ده بيبقى نتاج ثقافة واطلاع ورؤية للكاتب، نعم وتبين ثقافته وتجربته في الحياة، مشاعره أحاسيسه. نعم يا أستاذ مصطفى، القصيدة فاضحة فاضحة، يعني هي يعني أنا بعتبر الشعر بمثابة الطبيب النفسي، الشعر بينام على الشيزلونج يقول كل اللي جواه للقصيدة، فبالتالي بتفضحه، بتقول كل اللي جواه، حتى ثقافته حتى معتقده. القصيدة هي لحظة الواقع التي تكشف ماضي الشاعر. طبعا طبعا بالتأكيد. طيب إذا ما أردنا أن نسأل سؤالا مختلفا هذه المرة، أستاذة هالة، قد يقول قائل يعني مر على خريطة العربية الكثير من الشعراء العمالقة، الشعراء الكبار، وكان هناك كثير أيضا من الشعراء الذين برعوا وأبدعوا، لكن ربما لم يسمع عنهم الجمهور كما سمع عن أسماء محددة فقط، وهذا قد نعيشه في زماننا وواقعنا. ألا ترين أن هناك أو ألا ترين أن هناك ظلما حينما نجد أن هناك أسماء محددة فقط هي التي تبقى دائما ظاهرة، يعني دعينا نقول في الصورة، وأسماء أخرى لا تقل إبداعا عن هذه الأسماء المنتشرة نجدها مغيبة، ما رأيك بهذه الفكرة؟ أنا مع حضرتك فعلا، أنا كأديبة وشاعرة بحس بالظلم، مش لنفسي، مش بس لنفسي، أنا بحس الظلم لأصدقائي وزمايلي اللي أنا بشوف إنتاجهم الأدبي والإبداعي البديع وما بلاقيش ليهم أي تقدير، وفي نفس الوقت بتبرز على الساحة وفي المحافل شخصيات يعني قد نعم. تكون ضعيفة أو قد تكون أقل إبداعا وأقل ثقافة وأقل وعي، بس سبحان الله، يعني هو
يمكن يكون حظ نصيب مش عارفة ايه بالضبط يعني، بس طبعا انا بشعر بالظلم لزمايلي اكتر مني، في ناس ما شاء الله عليهم مش واخدين حقهم، امثلة كتيرة جدا يمكن نعم معانا على الفيسبوك حضرتك عارفهم يعني، مش نعم هقول لك انت عارف اكيد. سنواصل في موضوع مشابه، لكن بعد استراحة قصيرة، ونريد منك الاستعداد إلى قصيدة جديدة حبذا لو كانت فصيحة، تتبعينها بإذن الله بقصيدة عامية، لا بأس أستاذة هالة. مشاهدينا الكرام، إذا نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، وضيفتنا عبر الإنترنت من جمهورية مصر العربية الشاعرة الأستاذة هالة عصفور. في المرة الأولى انتصرت أو قدمت العامية على الفصحى، هذه المرة نريد لك أن تقدم الفصحى على العامية، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن بما أننا في برنامج بيت القصيد، فقصيدة قصيدة غجرية بتقول يا ابن القصائد، فهي عشان ابن القصائد عشان بيت القصيد، فبالمناسبة تفضلي. يا ابن القصائد أنجبتك قصائدي، يا ابن القصائد أنجبتك قصائدي حلما يراوغني ويفلت من يدي، وأدور وحدي أستزيد فلا أرى إلا سرابا هادرا في مقلتي وحدي، وحدي أرافق لوعتي وأبيت تعصرني هواجس وحدتي، هو ذاك نبضك ناطق في أضلعي، هو ذاك كم كنت تشجيني وتطرب مسمعي، ما زال جرحك غائرا يا بكر أحلامي ومهد براءتي، ما لي يمزقني فراقك سيدي وأبيت أرتق في ثقوب مواجعي، إني فقدتك عندما أشعلت في روحي شموع مواجدي يا سلام، وكتمتها عند الرحيل ولست ترحم مهجتي، غجرية قد كنت أغزل ثوب ودك في دمي وبرودة الآمال قد شلت يدي، فبقيت أنظر للسماء وأرتجي شمسا يراودها المغيب بلوحتي، يطغى على الألوان حزن فراقها مخزولة في نورها، مخزولة في نورها لست ادفأت روحي ولا برئت يدي، لست ادفأت روحي ولا برئت يدي. ما شاء الله عليك، ربي يحفظك أستاذة هالة، أحسنت ولفت انتباهي وانتباه الكثير ربما من المشاهدين. أراك يعني تسودين القصائد مسودات على أوراق دفتر في زمن التقنية، هل للأمر علاقة مثلا نقول عاطفية ما بينك وما بين أوراق الدفتر، ما بينك وما بين القلم في هذا الزمن الذي يعني تطغى به التقنية والتعاملات أو المعاملات الحاسوبية، حتى أن أغلب الكتاب ربما يكتبون قصائدهم الآن على لوحة مفاتيح الحاسوب إن لم يكن على الجهاز اللوحي والهاتف؟ لا، تفضلي. أنا في علاقة ود ومحبة بيني وبين الورقة والقلم، وساعة يعني وقت ما بيجيني الوحي بالقصيدة أو الفكرة مش ممكن أكتبها غير على ورقة وقلم، ما بعت يعني ما أقدرش يعني مش عارفة يعني، في حائل بيني وبين التكنولوجيا، هي حالة وجودية مرتبطة بداياتي إن أنا كله بالورقة والقلم يعني، لا بحس إن الكتابة على الكيبورد دي بتفصلني عن الحالة، نعم، فأنا بالورقة بعيش أكتر والقلم. جوه وأنا بغير كذا مرة يعني، أقعد أكتب وأبدل وأغير، بس ها هو ده الورق ده أنا اللي أنا مرتبطة بيه، ورقة والقلم اللي أنا مرتبطة بيه، حتى عندي كل أعمالي لها مسودات ورق، لازم يبقى عندي منها على الورقة والقلم. إذن هذه تعتبر مخطوطات. بخط إيدي أنا كاتباه بإيدي. جميل جدا، جميل جدا، هذا يجعل القصيدة أقرب إلى يعني روح صاحبها وكاتبها حينما يتلمسها بأصابعه بعدما كتبها
من خلينا نقول بنات أفكاره. أحسنت كثيرا أستاذة هالة. الآن إلى القصيدة العامية، عودي إلى عاميتك لا بأس، تفضلي. تمام، ممكن أقول قصيدة برضو من بداياتي بس هي قريبة لقلبي. تفضلي. هي بتقول، اسمها سكاكين المحبة. تقول: انسحب بهدوء لوحدك، عندي مش هتلاقي راحتك، المساحة اللي حاطط قلبي فيها مش مساحتي، والمساحة اللي رسماها في خيالي مش مساحتك. كل قلبي وليه وليفه، قلبي وياك مش مولف، والمحبة المحبة رزق ربي، رزق ربي مش بكيفه ومش تكلف، يعني ما باليد حيلة توهبك حتى الأماني مستحيلة. وأعمل إيه والشوق مخالف، أعمل إيه والشوق مخالف، وإنت بتلومني بأسوأ زي عدتك. يا مراري يا مراري من سكاكين المحبة، والحبايب غفلانين. أيوة زحمة القلب خالص، أيوة زحمة القلب خالص، أيوة مسكون ناس كتير، وإنت بتدور ورايا وتراقبني. بص حقق شوف ودقق، كلهم واخدين بطولة وانت بره الكدر وحدك، ده اللي تعبك. نفسي تهدى نفسي تهدى، نفسي تسأل مرة نفسك وانت توصل لليقين، اللي جاني فينا مين؟ انت حر صحيح في قلبك، حب فيا بعيد براحتك، بس اوعى بس اوعى تدي نفسك حق فيا. مش هتقدر مش هتقدر تختصب من روحي جوح، محسوب عليا قلبي قلعة مشتكية، روحي راضية مش راضية. انت قطعت الطرق بيني وبينك، والحلول المنطقية يخدعك يكذب عليك، والعيون المستحية من مشاعرك مش جزائها تبقى مرمى المدفعية من سيادتك. ده انا رايحة وده انا جاية، مرة كذب ومرة قسوة ومرة زيف، ولا قلبي وبرد طوب، قلبي وكلاه الرطوبة، ترمي طوبة وراها طوبة تبني بيها صور يصدك. والحقيقة والحقيقة مش هقولك قلبي جنة وروحي واحد إنسانية، وانت مالك؟ اللي جوه الجنة أضرب اللي فيها، قلبي حر وروحي حرة، مش هعيد للقهر كرة. كلكم كلكم أوغاد وقلبي كان ضحية، كلكم عفاريت في راسي، كلكم كتلة مقاسي، حتى أحلامي جناية. كف عني أذاك كفاية، شيل وصيتك، شعر شاب والقلب عيل، بس محتاج بس مش محتاج وصايا. هو أنا أهرب بروحي من أناني، الأجاني بعد تاني، لا ده بعدك لا ده بعدك. أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فعلا إن كيدك كن عظيم. رب يحفظك أستاذة هالة. إذا أردت أن أسألك الآن بإطار الشعر، يعني قد يقول أحد المتذوقين أو أحد المهتمين أو أحد المتابعين، ما الفائدة من الشعر في هذا الزمن الصعب، في هذا الواقع البشع الذي نعيشه كأمة واحدة، في هذه الظروف العصيبة التي تمر، ما الذي سيضيفه الشعر؟ ما الذي يمكن أن يصنعه من فارق؟ ماذا تقولين؟ يا أستاذ مصطفى، الشعر صنع الكثير وسيصنع الكثير. الشعر مرآة لآملنا وأحلامنا وآلمنا وأحزاننا وأفرحنا وكل شيء. هو الشعر أساساً يا أستاذ مصطفى كان زمان إيه؟ هو وزارة الإعلام. وزارة الإعلام كانوا بيحمسوا الجنود في المعركة بإيه؟ أيام الجاهلية وفي أيام الإسلام كان بإيه؟ مش بالشعر؟ صحيح. الأندلس أثناء سقوط ممالك الأندلس مملكة تلو الأخرى، كانت قصيدة بتقوم الجيوش، قصيدة بتقوم الجيوش عشان تستنهض الهبم العامة والأمراء عشان يدافعوا عن الأندلس ويستعيدوا أمجاد المسلمين. فلا، الشعر بيعمل كتير وعمل وما زال. ومنها لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسانه. تمام. هي الحياة كما شاهدتها دولا، من سره زمن
ساءته أزمانه. دعينا نعود إلى اللغة الفصحى من جديد، وقصيدة تختلف عن سابقاتها سواء في الفصحى أو العامية. نحن سعداء بوجودك معنا أكيد، وسعداء أكثر بأدائك الرائع لهذه القصائد، فأنت تمنحين القصيدة حقها من حيث الإلقاء والحياة، أنت تعيشين القصيدة ليس فقط عند كتابتها وإنما كذلك عند إلقائها. تفضلي، لك الكلمة أستاذة هلا. ممكن أقول قصيدة فصيحة أم عامية؟ إلى الفصحى الآن نذهب، وللفصحى ننتصر حتى نكون يعني أهل عدالة، وأنتم كذلك ونحن نقدم الفصيحة الآن. تفضل. يعني سبحان الله، يعني غزة والأقصى وفلسطين سواء بالفصحى أو العامية هي الهم الأول. تفضلي. شاغل الأول الجميع، فممكن أقول جزء من القصيدة لأنها طويلة جدا، فممكن أقول جزء منها. قوليها مكتملة لا بأس، تفضلي. أقولها مكتملة؟ نعم. تستحملوني؟ تفضلي ولو لك الكلمة والمنبر. دمع على وجه القصيدة نادي، والحزن يعصر مهجتي وفؤادي، المسجد الأقصى أسير باكيا ومحاصر ببنادق الأوغاد، روح تحلق في المدى وتنادي، إنا هنا إنا هنا باقون كالأوتاد، وقوافل الشهداء بالآلاف فليرتقوا في جنة الخلاد، هبوا جنود الله في الأنحاء فالمسك فاح في ربوع بلادي، مدوا أيادي العون يا إخواني فاليوم فرض جهادكم وجهادي، يا أرض غزة جودي بالأمجاد، جودي بجيل النصر للأجناد، أرض تفيض بعزها ويقينها وتورث الإصرار للأحفاد، لا خير في جند بغير زنادهم، لا خير في جيش بغير عتاد، واليوم تكشف عورة الكذاب، جبلوا على الخذلان والإفساد، الحق أبلج لا يريد حيادهم، لن يقتنع بالشجب والإنشاد، من طبعوا والمسلمون يبادوا، سدنت بني صهيون خلف العاد، من حاصروا من يمنعوا إمدادهم، متخاذلون وأخلفوا ميعادي، والأمريكان يساندون النازي، كشفوا عن الوجه القبيح السادي، والجبن من خلف الحصون ينادي، هم ظالمون يحرمون جهادي، الغاصبون الحارقون بحقدهم ويحرفون الوحي دون رشادي، والطائرات تدك ستر بناتي حتى بيوت الله يا جلادي، حتى الملائكة الصغار تباد وتصيبنا بالفقد في الأكباد، تتناثر الأشلاء في الطرقات وتسجل الشاشات ظلم العادي، ويحرق الأحياء والأموات، عار سيلحق ساحة الأشهاد، قصفوا المشافي أعدموا فلذات، لم يرحموا شيخا من العباد، ورجال غزة كالأسود خيارهم لا يقنعون بغير استشهاد، أو نصرة في العالمين لفخرنا، بل يرفعون الرأس بالأمجاد، غنموا العدو وأحكموا الأصفاد، ورسولهم بالبشر جاء ينادي، جاء الملثم كي يقر فؤادي بحديث منتصر من الرواد، يتلو حديث الفخر في القنوات، دم ويزلزل الصهيون في زلوادي، أأبا عبيدة عاشت الأسماء، يا فخر أمتنا ونورا هادي، صفر المسافة يرهب الأعداء، شكرا لكم يا خيرة الأجناد،
وغدا ستشرق أرضنا مسرورة، ستكون مقبرة العدو وبلادي، فعدونا لفنائه يحفو الخطى، لم ينتفع بعتادي أو أعدادي، طوفان أقصانا أذل غرورهم، يا خيبة الحلفاء والموساد، وعد من القرآن والتوراة سيحين للزيتون يوم حصادي، مثل الفنيق من الفناء بعثه، ستقوم أرضي بعد طول رقادي، والمسجد الأقصى لنا ميعاد، ستضيء شمس النصر للأعياد، ستضيء شمس النصر للأعياد. والمسجد الأقصى لنا ميعاده، ستضيء شمس النصر للأعياد، للأعياد. ستضيء شمس النصر بالأعياد. نسأل الله أن يحقق هذه النبوءة، وأن يمكن لغزة نصرها، وأن يفرج على أهلها كل همومهم وغمومهم، وأن يعجل بالانتصار. اللهم آمين. نرجو منك أن اللهم آمين. تتفضلي بالبقاء معنا أستاذة هالة. سنخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد. وصلنا إلى الجزء الأخير في هذه الحلقة. معنا عبر الإنترنت من جمهورية مصر العربية الشاعرة الأستاذة هالة عصفور. أستاذة هالة، عن القيم التي ترين أنها تحضر في قصائدك، القيم الوجدانية، القيم الأخلاقية، القيم الإنسانية التي تتكرر وتحفزين نفسك على تكرارها من أجل تعزيز مفهوم أو قيمة أو يعني فكرة تودين حفرها في نفوس الناس، أبرز القيم التي تشعرين أنها حاضرة دائما في قصائدك؟ الإخلاص، الوفاء، دايما مفتقداهم ودايما بنادي بيهم، لأن سمة العصر زي ما حضرتك عارف الغدر، سمة هذا العصر الغدر. احنا للأسف في آخر الزمان يا أستاذ مصطفى، يعني نشعر كأننا في آخر الزمان وأن القيامة اقتربت. لكن الخير باق والأمل موجود، لا أكيد يمكن أكيد للأمل أن الخير، ينعدم، هو حاضر في نفوس الكثير من الطيبين، والخير باق في هذه الأمة حتى قيام الساعة، ولا شك في ذلك. عن الهدف الأسمى من كتابة الشعر بالنسبة لك ولتجربتك الشخصية، ما الهدف، ما الغاية التي تتطلعين إلى تحقيقها أستاذة هالة؟ هو أولا يا أستاذ مصطفى، الشعر لما بيكتب في الأول يعني هي هبة من ربنا، يعني هي موهبة وهبة من ربنا، بيعطيك القدرة على إن أنت تعبر عن مشاعرك، نعم، تعبر عن نفسك، آلامك، أحلامك، قيمك، أخلاقك، ثقافتك، كل ده بيبان في القصيدة. فأنا يعني أتمنى مجتمع أفضل، أتمنى أمة إسلامية موحدة، أتمنى تحرير المسجد الأقصى، أتمنى النصر. يا فكل دي سلام، أمالي وأحلامي بفريدي. كل هذه وعلى المستوى أماني. الشخصي، تفضلي، ماذا على المستوى وعلى المستوى الشخصي؟ الشخصي على المستوى الشخصي أتمنى إن أنا أعيش في مجتمع راقي، يتمسك بقيمه القديمة اللي احنا تربينا وعشنا عليها، أتمنى إنها تستمر، وإن الشيء إن الخير يتغلب على الشر السائد حاليا. طالما أن الكلمة باقية والقصيدة عالية، فإن الخير حتما سينتصر على الشر، لا تغرنكم كثرة أهل الشر، إنما الخير باق نعم وأهله منصورون بكلمتهم الطيبة قبل أفعالهم، وإن كانت الكلمة متممة للفعل. أستاذة هالة، إلى العامية التي تفضلينها قبل أن أحملك إلى الفصيحة التي نفضل، تفضلي. الأقرب لقلبي.
ممكن أقول قصيدة بعنوان مقام الصمت، هي بتناقش الهموم اللي كنا بنتكلم فيها تفضلي. على المستوى العام والخاص. بتقول، هي اسمها مقام الصمت: وأنا لما اخترت مقام الصمت ما قدرتش أكمل، ما قدرتش أكمل فاتكلمت، واحتجت قوارب باب الروح للبوح، يمكن يهدى القلب المجروح. مش بشكي الخالق للمخاليق، مش بشكي الخالق للمخاليق، ده أنا بستعجب من الحال، ده أنا بستعجب من الحال والدنيا العيانة والناس الفقرانة إحساس على دم. والشعر الله يجازيه أوال، واللي هيسألني كيف الحال، بحمد ربنا في جميع الأحوال، لكن بصراحة مش مرتاحة، والعظم خلاص مش حمل الفرشة البردانة، ما قدرتش أدس الدفى جواها بطولي، وترجيت الواد والتاني يجولي، فردولي بطول السكة حجج خربانة. ما بقوش تربيت عيالي الواد وكمان البت، الاتنين أولاد النت، والباب بيئن من قلة إن يدق عليه أحباب، والدور العالي نفاني، والكل بيشكي من وجع الرجلين، ومن ضيق الحالة وطول المشاوير، نقول لعيالي بيحاسبوني حساب الملكين، بدل السلامات بيقابلوني بلست الطلبات. في الزمن الهم الواد بقى عايز ATM مش حضن الأم، يا الله. والجرح بيولد أعيدي لو سمحتي والجرح هذه الفقرة. طويل تاني، ونقول عيالي بيحاسبوني حساب الملكين، بدل السلامات بيقابلوني بلستة طلبات. في الزمن الهم الواد بقى عايز ATM مش حضن الأم، والجرح غويط من فينا محتاج تعويض يا أولاد من التاني. فالكل خلاص بقى زاهد في الكل، والشارع غابة وشوش كدابة، حتى العلامات اللي أنا فاكراهم أصحاب رسالات طلعت شعارات، ياما القرب بيكشف عورات ومحدش بستر على التاني، ياما القرب بيكشف عورات ومحدش بستر على التاني، وشعاع الطاقة الخافت خلاني أشوف العالم باهت، وأفضل أعيش بهدوء في الظل، أتسند على الصحبات عكاز، وأتهدهد على الكرسي الهزاز، وأعيش الحب مجاز في مجاز، وأغسل بين كل أدان وأدان وجداني، وأغسل بين كل أدان وأدان وجداني. ما شاء الله عليك يا أستاذة هالة، يعني تموسقين الكلمات وترسمينها كما لو أنها لوحات درامية في مشاهد فيلمية يشاهدها المتلقي حية، ويرى الصراعات ويشهد على ما فيها من تفاصيل أحداث مثيرة ومؤثرة كثيرا. ما الذي يجعلك تبكين أستاذة هالة؟ الغدر، عدم التقدير، والخذلان اللي احنا حاليا في زمن الخذلان يا استاذ مصطفى، في زمن الخذلان على المستوى العام وعلى المستوى الخاص. هل القصيدة تمثل بابا للهرب بالنسبة لهالة عصفور؟ تمثل طبيب نفسي بفضفض معاه، يعني زي ما قلت لك الشعر يعني بيفضحنا، بيقول كل اللي جوانا، وبيكشف عوراتنا وبيكشف جروحنا وكل شيء. ما الذي تتطلعين إليه من وراء مواصلتك لكتابة الشعر، سواء بالعامية أو مشروعك باللغة الفصيحة؟ بصراحة بصراحة أنا الهدف الأول، أنا مبدئياً ما عنديش هدف مادي من الشعر غير إنه هو بيحقق لي السعادة، يعني أنا أسعد بكتابة الشعر وإلقاء الشعر، ويسعدني تفاعل الناس مع قصيدة، أو إن حد تلمس مع حد يحس آلامي وأحزاني، وكانت عنده زيها أو نفس المشاعر، حتى لو كانت من الفرح أو الفخر أيا كان. وفي نفس الوقت أنا يعني أنا عندي مشروع بدأته في منحة التفرغ في وزارة الثقافة، كتبت تاريخ مصر بالشعر، وده أسعدني جدا جدا،
ونفسي اكمل يعني. حسيت ان هو خرج وداني منطقه تانية بعد ما كنت يعني كلها موضوعات ذاتيه او شخصيه او في المجال العام او في هموم الوطن بقدر محدود. حسيت ان المشروع ده وسع افقي ومداركي نعم، ودخلني في منطقه كويسه جدا انا اتمنى اني استمر فيها. نرجو لك كل توفيق في مشروعك الشعري والحياتي، فأنت إنسانة فاضلة وطيبة ومحبة للخير للناس أكثر من حبك للخير أن ينالك وتناليه. أستاذة هالة، نريد الآن أن ننتصر للغة الفصحى من جديد، فتقرأي علينا ولو تقطوقة أو نتفة شعرية أو فقرة قلت قصرت أم طالت لا بأس، لك أكيد الكلمة ونحن سعداء بتشريفك لنا وبإلقائك الجميل. تفضلي أستاذة هالة. ممكن أقول قصيدة. القصيدة دي سبحان الله يا أستاذ مصطفى هي من بداياتي برضو في الشعر الفصيح، هي من بداياتي يعني، مش قوية، بس هي القصيدة دي يعني أنا قمت من النوم كتبتها، كنت نايمة قمت من النوم كتبتها، لا بأس، تفضلي. فسبحان الله. فهي فعلا الشعر بيبقى وحي، وحي من عند ربنا. بتقول، هي اسمها خاتمك. هل تنتشي بالغدر؟ هل تنتشي بالغدر؟ فانزع شوكتك واخلع غرورك في رحاب ضحيتك. أنا لا يشرفني بتاتا أن أكون حبيبتك. أنت الخبيث المبتلى ولك الخبيثة تشبهك. فارحل إليها ولتصاحب خيبتك. كم جئت تبكيني وذنبك يقتلك. كم مرة طاوعت صبرا ليس لي وطرقت محراب الكرامة ينتهك. وحملت أوزار احتمالي والتحفت الحلم كي لا أذكرك. فقطعت أوتار الكمان على المشاذ فأسملك. فارحل قرير الخطو لست أقيدك. أنت المقيد بالظنون وبالوساوس تجلدك. وأنا نجوت من المهالك عندما ألقيت في بحر القصيدة خاتمك. ألقيت في بحر القصيدة خاتمك، والخاتمة ينبغي أن تكون بالدارجة المفضلة لديك، أما الموضوع فمتروك لك. وصلنا أو أوشكنا أن نصل إلى الختام، ونريدها قصيدة كما تحبين وتفضلين. تفضلي بقراءة ما تودين أستاذة هلا. حاضر، ثواني مع حضرتك. لك بسم كل الله الوقت، الرحمن لا الرحيم. بأس. اسمها قصيدة بعنوان انسحاب. تفضلي. أنا غصب عني وبرضايا بنسحب من غير ما أحس. أنا غصب عني وبرضايا بنسحب من غير ما أحس، من غير ما أفكر في الندم ولا في الرجوع. الصمت يعلن الانتصار، الصمت يعلن الانتصار، والخوف بيتلاشى بهدوء ويا الجموع. حاسة بأمان أنا بنسحب وبتنسحب مني الوشوش من غير ما أخاف. حاسة بأمان في البعد بسنين العجاف. الوحدة أحيانا دواء لو حتى فيها العمر حاف. لو حتى هتجف المنابع كلها ويقل حسك من الجفاف، أحسن ما بتحس بآلام من الكد ورصاص الكلام. يمكن دي نقطة، يمكن دي نقطة، وأول السطر الجديد يتبدل الموج اللي ضله الاندفاع، ويلاقي سكة تشبهه، ويلاقي شط عليه ينام. ما الغربة في كل السكك ثابت شبح، والخوف، الخوف كلابه تنبحك وتشوف ملامحك في المراية تترعب. سيف الكرامة يذبحك. الله يسهل للجميع. أخدوا معاهم شرهم، ما سلمت منهم في الطريق ولا بالعتاب بيدوم رفيق. جاهزة الحجج متستفة، جاهزة الحجج متستفة، ولا يوم هتسلم من الملام. آن الأوان، آن الأوان تهدى وتثبت في المكان، تدرس شريط الذكريات وتبص بعيون الحكيم.
وتحب نفسك من الصميم وتلم روحك من إيديهم كلهم. الله يسهل للجميع، الله يسهل للجميع. الله يسهل الجميع. أحسنتي، هذا ليس انسحابا بقدر ما هو عتاب. أحسنتي كثيرا أستاذة هالة. من أجل قصيدة لا تزال بعيدة عنك، رسالة إليها، ماذا تقولي؟ أقول القصيدة اللي بعيدة عني، نفسي أكتب. أنا طول الوقت حاسة إن أنا عندي أحسن، وإن أنا مش في أحسن أحوالي، وإني عايزة أبقى أحسن من كده بكتير. فأتمنى إن ربنا يكرمني وأكتب القصيدة اللي ترضيني وتحققني، أتحقق بإذن فيها الله. حقيقة، أحس إن أنا وصلت فيها إن أنا القدرة على إيه، تمكنت من لغتي، تمكنت من أدواتي، بس مش أكتر من كده. موفقة إن شاء الله أستاذة هالة. ومن أجل غزة وفلسطين، ما هي رسالتك الخاصة؟ الجرح الغائر، جرح في قلوب كل عربي ومسلم، في قلب العالم وقلب الإنسانية. بإذن الله النصر قادم لا محالة، وقريب جدا جدا، أقرب مما يتصور الجميع، أقرب مما والعراق، يتصور الجميع بإذن الله. والعراق والعراق والأمة وكل الإسلامية لهما عندك الأمة أمنية؟ الإسلامية بإذن الله، كلها بإذن الله، وعد ربي للقضية، ووعد ربي للإسلام والمسلمين والأمة العربية كلها، بإذن الله بإذن الله النصر قادم. قبل الختام، رسالة من شاعرة مصرية إلى مصر، بلد المنشأ، إلى مصر التي شربت ماءها وتنفست هواءها وعاشت في رحابها، رسالة إلى مصر التي تحبين. مصر أمي ووطني، والحب الأول والغرام الذي لا يضاهيه أي غرام. أتمنى البلد إن هي تبقى في أحسن حال، وبإذن الله بإذن الله كل مصاعب قابلتنا بإذن الله هنعديها، وبإذن الله إن مصر شاء الله. تقدم وعزة، وبإذن الله ربنا يكرم مصر والأمة العربية والإسلامية. شكرا كثير أستاذة هالة، أسعدتينا بهذه الحلقة على عفويتها وبساطتها وخفة ظلها. وصلنا إلى الختام، ماذا تحبين أن تقولي في الختام؟ أنا في الختام بشكركم، والله بشكر برنامج بيت القصيد، وبشكرك أستاذ مصطفى وفريق العفو منك. البرنامج على الاستضافة وعلى الوقت الجميل اللي قضيته معاكم، شكرا جزيلا وأتمنى لك، إن أنا أكون ضيفة خفيفة يعني. دائما هكذا كنت وتظلين. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. إن شاء الله في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر أو شاعرة. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، دائما ظلوا بشعر وسلام ورضا وسعادة. إلى اللقاء.